ما أسعد الأيام، وإن شاء الله نهاركم بالقسم والرزق والصحة يا ربي. وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس وخارج تونس، أنتم تسمعوا في أحلى راديو، راديو إيا فام، وهذه دارنا العزيزة توا 9 دقائق نقعدوا مع بعضنا حتى الـ11 إن شاء الله. نور بولابيار في الإخراج، إيمان وسليم في الديجيتال يأمنوا لنا إيا فام تي في، وما يمسهل في الإعداد. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم فيه الفلوس وفيه الربح وفيه الحاجات المزيانة. هذيك علاش باش نقول لكم كيفاش نجموا تبعثوا فلوس وتجيكم فلوس ومن غير قصاصات. شهر سيدي رمضان شهر الخير مع وفكاش، عشرتنا خير، عشرتنا خير، هذا أكيد. وفكاش مؤسسة الدفع مرخص لها من طرف البنك المركزي، تقدم لكم خدمات مالية، ومع وفكاش نجم تسلم فلوس وصلت لك من برا عن طريق وسترن يونيون، مونيغرام ولا ريا. نجم زيدا تبعث ولا تستقبل انت الفلوس داخل تونس. زيد على هذا الكل تنجم تحل حساب دفع مجاني، تخلص به الفاتورات متاع الماء الضوء، تشارجي به تليفونك. اليوم نحبكم تركزوا معايا مليح باش نحكي لكم على خدمة تحويل الأموال دوليا. حكيت لكم في السابق كيفاش تحولوا أموال وطنيا في تونس، هذه تحويل أموال دوليا. كبدا عبد عزيز عليك يبعث لك فلوس، مثلا ولدك بنتك تخدم برا وباش تبعث لامها فلوس، انت باش تبعث لولدك يقرا فلوس عن طريق وسترن يونيون، مونيغرام ولا ريا، يصير من خلال لو ترانسفير انترناسيونال. كيف يوصلوا لك فلوس من برا عن طريق الوسترن يونيون ولا مونيغرام ولا ريا، تاخذهم في اقرب فرع وفكاش ليك. ما عليك كنت تهز الكود اللي عطاهولك اللي بعث لك الفلوس وما تخلص حتى فرنك. rapidité de l'opération، qualité de service، خدمة الحرفاء ممتازة. وكان تستحقوا أي حاجة ولا تحبوا تعرفوا أي معلومة على وفكاش، اتصلوا برقم مصلحة الحرفاء على الرقم 36 03 18 18 36 03 18 18. زادة كيف كيف الكونت دو بايمون من وفكاش، نجموا نجموا تربحوا لطف يا رب لطف عليك نجموا تربحوه الكونت هذية، وفيه 100 دينار كي تطلبونا على 31,380,000 وتشاركوا في باتل دبارة. هذا الكل مع وفاء كاش. صباح الخير. صباح الأنوار، لطف عليك كوثر، تمل عليك لطف عليك. صباح الخير، صباح الفل. حقيقة أنا عجبتني حكاية هذه ترانسفير انترناسيونال. عندي أختي مقيمة بالخارج وما زلت ما بجيتش نستغل في هذا اللي وقعت هكا ولد. وبغير قصاصات. أي مهلة بالضبط. وعلى ما تبعث الهيش أنت تعاون. هاي فكرة. إن شاء الله في فرصة قادمة. أنت تحب تجيك فلوس وأنت ما تبعثش. أختي الكبيرة بيش. بديها كبيرة. هذيك مشكلة الأخت الكبيرة. هذيك هي مشكلة الأخت الكبيرة. صباح الخير. صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الخير وسيمة، صباح الخير كوثر، الناس اللي تسمع فينا الكل. البارحة نهار في شتا بالنسبة لأغلبية التوانسة. زملائنا هنا خدموا ربي يعينهم، نحن رتحنا. دخلت كوثر الصباح قالت يا أخي أنا باش نقول بداية أسبوع موفرة ولا شنو؟ تلخبطت في الأيامات صحيح. نحن خذينا بوز وحمد لله باش نرجعوا في دورتنا في ريتش باخبار ايجابيه. عنا ثلاث اخبار من تونس وعنا اخبار من مصر، اغلبيه الاخبار ايجابيه معناها من بعد نكتشفوها مع بعضنا. فما حاجات تخص لي ريزو سوسيو برينسيبالمون، فما حاجات تخص شارع الحبيب بورقيبه. قداش فرحت شارع الحبيب بورقيبه، حاجه تفرح على الخبو. باش نحرق لك الموضوع، ما يسالش نزيدوا نحكيوا فيه. اما انا فرحت برشا برشا والله العظيم. يشرح القلب. وباش نحكيو على حاجه تشرح القلب، بالضبط تشرح القلب. الحمد لله. وتحس روحك اللي بالحق تعملت الحكايه دي، معناها بلادنا امنه، معناها ما فما حتى مشكل، معناها فهمت. ولا سامبوليك نتاع عيد الاستقلال ومحليها الحقيقه الرمزيه هذيك هي. وباش نتعاديو لمصر باش نحكيو على عمل اثر موجه غضب كبيره برشا بسبب جمله قالت فيه. الجمله هذيا اوحات على مشاهد مؤلمه عشناها وعاشوها اخواتنا في غزه. دونك باش نشوفوا شنو الحكايه، شنو المسلسل، شكون البطل اللي قاعدة تتعرض للهجوم هذا. أوكي، هذا الكل بعد شوية في ريتش. أسامة الساعة في صباح النور. صباح الورد، صباح الفل كوثر، صباح النور مي، ولكل المستمعين. احنا بعد شوية في SOS FM، مش نرجع لكم جوست بحق الرد فيما يخص الموضوع متاع
عوين الحراسة اللي كنا حكينا فيه بداية الأسبوع. دونك حكينا على عوين الحراسة اللي يخدموا في أكثر من الساعات القانونية. دونك فما توضيح وحقرد باش يجينا من عند رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحراسة المؤسسات سي شادلي الغدامسي اللي باش يوضح لنا الصورة بخصوص الموضوع نتاع قطاع المناولة وأعوان الحراسة نتاع المؤسسات العمومية والخاصة. باهي برشا، يعطيك الصحة يا أسامة. دونك الموضوع ماهوش كيما عندنا، معناتها المعلومات كانت ناقصة. هو المهم انه الموضوع لقى تفاعل، اكيد انه هذه الجهه المختصه اللي فاهمه هالسيكتور هذا اكيد انه سيشد لي باش يوضح لنا بتاتر بعض المفاهيم اللي قلناهم احنا ينجموا يكونوا فيهم لبس، نجم يعطينا معطيات جديده، نجم يفسر لنا علاش كيفاش تصير الخدمه نتاع عوين الحراسه هذوما. دونك مرحبا بيه في حق الرد، مادام طلب حق الرد، مادام فما تفاعل، وهذا بطبيعه مكفول للناس الكل. اوكي، يعطيك الصحه يا اسامه. هذا الكل في اس او اس فهم، نخرجوا بيبو هنا راجعين. الف تشاركوا معنا في باتل دبارة، زوز دبارات، كل واحد يعطينا دبارة متاعه، بعد على الفيسبوك تختاروا سيد المستمعين الكل تنجموا تشاركوا، تدخلوا على الباش فيسبوك راديو اي اف ام، تختاروا دبارة الاولى ولا دبارة الثانية، اللي يربح باش يربح كونت دو بايمون من وفكاش فيه 100 دينار. كونت يصلح لك تولي تصب في شهريتك، تخلص فاتوراتك، تستقبل فلوس، تبعث فلوس، وهذا الكل مجانا من غير قصاصات. مهم برشا برشا كونت دو بايمون ممتاز ياسر متاع وفكاش. سينو اليوم باش نقترح عليكم جينيريك مسلسل حبيتوه تعدى، تعرف كي شفت الدات تويكا قلت في صح في صح الحكاية، ظهرت لي كينا ما عنديش برشا، خطلع 2012 معناها السنين تجري ياسر بصراحة. مسلسل لأجل عيون كاترين تعدى في نسمة وقتها، الجينيريك هذا غنيه بلتي وسمير لوسيف، المسلسل إخراج حمد يعرافة، كانوا فيه برشا ممثلين متميزين منهم صديقتي درصاف مملوك كانت محليها في المسلسل، والعديد من الممثلين الحلوين. مسلسل كان ممتاز بالقدي بالقدي، والغنية متاع الجينيريك ياسر ياسر حلوة، نسمعوها. هزيت عيني للسماء تريبارتي على اي اف ام احلى راديو، 9:21 دقيقة على احلى راديو، راديو اي اف ام. صباح النور مرة اخرى ما ينساه، صباح الانوار، صباح الفل، صباح الورد، ونمشيو لريتش دارنا العزيزة. دارنا العزيزة وريتش وما يمسهل اشرات اشرات ريت اخبار راهم تونس الكل، ثلاث اخبار باش نحكيو عليهم من تونس. الاخبار هذوما بين البارح وقت البارح، في كل بارح ما خدمناش، دونك باش نعملوا ريكاب صغير على اللي صار بين البارح وقت البارح. اول خبر انت فرحانه بيه، تونس الكل فرحانين بيه، هو نزع الحواجز وعوده حركه الجوالين في شارع الحبيب بورقيبه بصفه طبيعيه. والله فرحتني على الاخر، وقول القائل خاطر فما برشا عباد يقول لك شنو معناتها راهو عاديه. انا كي نهبط للمسرح البلدي خاطر يوميا تقريبا نتعدى، لازمني نتعدى، كي نرى الحواجز هذيك نحس اللي احنا مازلنا في طوارئ، نحس اللي البلاد معناها مانيش رايده، ما نحسش بالامن برشا كي نرى الحواجز برك. صحيح، فهمت، كي تراها هذيك تنحات وترى الشارع محليه وترى كل العباد تتعدى عادي، تحس بالراحه النفسيه. هي كانت كي القفص الحقيقه، مهم برشا بيان سور. الحمد لله حاجه تفرح، الحمد لله. والرمزيه كما قلت لك قبيله نتاع عيد الاستقلال وكيفاش جات مع بعضها، حاجه الحمد لله معناتها نجموا نغزروا، فما شويه امل تحس الدنيا باش تتحسن، برشا برشا امل تتحسن للاحسن بقدره الله. تفائلوا خيرا تجدوا ان شاء الله. باش نتعداو لخبر ايجابي اخر اللي هو تفاعلوا مع التوانسه، ايجابي للبعض والحقيقه فما بعض فما فئه ترى فيه سلبي، اللي هو منع الميكروتروتوار من دون بطاقه صحفي محترف او ترخيص في شارع الحبيب بورقيبه. دونك الاعلان نتاع القرار هذا جاء على لسان وزير الداخليه في اجابه لسؤال صحفي من اذاعه الديوان اف ام. المظاهر التي تسيء إلى المجتمع التونسي وإلى ثقافة التونسيين، والتي تسيء إلى صورة المجتمع التونسي أمام الأمم وأمام الشباب اللي قاعد يتربى ويشوف وينظر بمحطات التواصل الاجتماعي وصفحاته، فإنه علينا جميعا أن نزيلها ونقنع كل من أراد القيام بهذه الأعمال أنها لا تنطلي على التونسيين ولا تنطلي على شباب تونس.
هو قرار الحقيقة متاع ربي صائب، لكن مش على يلزم عنده الكارت بروفيسيونيل كهو، يكون عنده الكارت بروفيسيونيل ويعمل نفس الغلطة. المفروض معناها أي حد يسيء لسمعة البلاد والميكرو تروتوار اللي فيهم حاجات، خاطر هما يلتقطوا كان في الحاجات، خاطر فما العبد اللي تتعدى اللي باهية وتعرف تحكي وتنور البلاد، أما يركزوا على الأشخاص هذية حتى وإن كان بروفيسيونيل، إذا كان يعملها لازم يكون فما قانون في الحكاية، ممنوعة تولي سنسرة هكاكا. ماهيش سنسرة، إذا كان أنت تعدي إنسان مسكين نفسيا مش قد قد يقول في كلام، ما شنو الإضافة في الميكرو هذيك معناه؟ شنو الإضافة؟ هي ما فهميش إضافة، أما كي يبدأ صحافي خرج في إطار خدمة باش يوصل صورة معينة ينجم يكون عنده أهداف من خلال الميكرو تروتوار نتاعو. الصورة كي تكون سيئة على طول شنو؟ اي مش نحكي مش بصفه هذيك، خاطر اللي ريناه حتى المره الاخرى تعدي الناس الكل، ما تقصي حد معك. نعدي اللي يعرف يحكي ونعدي اللي ما عنده رايو وكذا وقتها اي بالضبط. اما انت تركز التركيز كان على نوع معين، فهمت؟ وقتها تولي هذيك حاجه اخرى، خاطر سكيل باغي اللي قاعدين يعطوا يعملوا في لي ميكرو تروتوار ما همش صحفيين، معني ما همش هابطين في اطار عمل صحفي. كيبدا عمل صحفي جوستيفيه، معني فما رؤيه صحفيه، فما اهداف، فما عبد يحب يوري حاجه، ما نجموش نوليو نسانسرو كل عبد نسالوه انت علاش عملت ميكرو تروتوار، انت علاش خدمت الروبورتاج هذيك، باش نولي فما برشا تقييد. اما توا بطاقه احتراف هو بطبيعته ما دام صحفي مشرف ماهوش باش يمشي في التوجه هذيك اصلا، ما فهميش علاش احنا هذا اللي ان شاء الله. ان شاء الله باش نتعدي باش نقعدوا مع الاخبار اللي عملت ضجه كبيره برشا، واللي هي اسم كان بحث، كان الاكثر بحثا على لي ريزو سوسيو، اسم برندق. الاسم هذا ولا تراند بعد مارينا فيديو فيها برندق هذا قدامه 30 طفله شادين صف وهو يفرز شكون عجبته. شنو برندق اسمه برندق. سيغنو بي هو كونسيبت على ديجيتال. هو واقف فما 30 طفله شادين صف جايين وهو قالها انت يس عجبتني، انت نو ما عجبتنيش، تمشي مين ولا تمشي سار. نجمو نسمع شويه من الفيديو هذا يا مانت. كل قابلته 30 طفله وفي الاخر شختار منهم واحده يخرج معها في دي مهدي اي كي اي برندق 23 سنه، جيت اليوم باش نجرب تندر ان ريل لايف، متشوق على الاخر. عسلامة. عسلامة. سافا؟ الحمد لله. لذيذ؟ الحمد لله. شو اسمك؟ مريم. مريم تشرف. قداش عمرك؟ 21. 21. محليه لبستك ترى؟ محليك. مرحبا بك. يس يس يس. عسلامة. عسلامة. لذيذ؟ سافا الحمد لله. شو تعمل في الدنيا؟ نقرا ماستر وماستر كريتريس دو كونتوني، ماستر اون جيستيون. قداش عمرك؟ عمري 22. 22؟ وي. عندك مع سبور؟ لا لا جملة لا برجولة نو حب السبور يعني سبورتيف تشوف. دونك هذا الفيديو اللي دارت كوثر. ايوا علاش قبلوا هما البنات؟ هي اون فيت هو باش يفسر، هو معناها بعد ما دارت الفيديو هذايا بطريقه غريبه على فيسبوك، برندق خرج عمل ستوري ووضح فيها بعض النقاط. الاولاد بالله توضيح صغير بخصوص الحلقه نتاع تندر ديت، للدنيا قامت وشعلت على خاطرها. راه معناها توجد عليكم لينا ماشي نختار في طفله، ولا البنات هذوكم جايين يختاروا في طفل ولا جايين على خاطري انا؟ دي راهي تمثيل، راهي ماهوش بالرسمي. راهو جيبونا زوز قالونا مش نعملوا هكا وهكا وهكا وعملنا كيك. راهي لعبه تمثيليه، سي تان جو داكتور، مي هي صحيح ماهوش بالرسمي، تمثيل. افهم يرحم بوك. تو انا معناها مش راك طفله نحكي مع كيكا ولا نمشي البرنامج هذاك، انا مش راك طفله. تي ظاهره الحكايه، تي ظاهريه نفادلك وظاهره ماهوش بالرسم. الناس الكل جات خدمه وخلصت وروحت، الحكايه الكل فات في استوديو، ما صار حتى شيء بعد استوديو، كل شيء وفي غادي. راهو تمثيل معناها ماهوش بالرسم. كيفاش تجد عليكم حاجه كيما هذه؟ كي معناها ملي سامحني معناها يكلموا 30 طفله، راهو فما طفل باش يعديكم يمين ويسار يجيو، تنجموا تخرجوا معاه وتنجموا ما تخرجوش. يفيق يرحم بوك، تي ظاهره الحكايه. ديجا هو الكونسيبت نتاع اللعبه انه الطفل لازم يتبولد على البنات والبنات زاده لازم يتبولدوا عليه، لازم يكلاشيو بعض. اما اشتر الاغلبيه نتاع البنات ما كلاشيونيش، حشموا اول مره يخبوا قدام كاميرا ما عرفوش كيفاش يحكيو، ما عطاونيش لا نص لا حد شيء، معناها لازمك وحدك تتصرف. ديجا بعدي انا جات طفله وجاو 30 طفل زاده، ما في عوض الطفل معناها طفله ولات. اما تصورش كيفاش كلموا عليها الحكايه هذه، خاطر الاولاد معناها عادي نورمال معناها. هو الكونسيبت في حد ذاته ما شنو موجود لبرا، راهو معناتها ماخذوا فيه رخص وفيه كونسيبت نتاع رخص دونك المفروض انه ما يقبلوهش كومبليتمون وكها. اي هو بون هكا عثار ضجه اللي حاجتهم بيه وصلوا له فينالمون، معناتها لو نومبر دو ضجه سدي بونخي. كل ضجه معناها بيه ضجه اللي كنت بالحاجه السلبيه حكايه فارغه، شنو هي هذه الضجه؟ فما عبيت تعمل باد بوز بالعاني، شنو الفايده من الكونسيبت هذايا في الاخر؟
ليه كيكا فوائد ما نعرفش نعطيهم لك فما فوائد تعرفهم انت ما تقولهمش ديفيرتيسمون هو كي تبدا حاجه في ديفيرتيسمون ما مش بالضروره تحصل منها فايده لكن هذه الكونسيبت معناها تفرهدك انا كاميرا ما تفرهدنيش بالعكس معناها حاجه رغم اللي عندي تحفظات ما نحبش ديما نعطي رايي مي انا كطفله الحقيقه مشاده الصف حتى كان تمثيل حتى كان اللي هو مسيء جدا لصورتي كطفله كاميرا كذات وحتى كان راجل واقف وفما مرأة تختار نفس الشيء بالنسبة لي قال طبعا يتكلموش كي تكون طفلة ليلة كيف كيف حتى الراجل عنده كرامته وعنده قدره ما يقبلش معناتها باش يكون هكيكا هو يفكرنا شوي في حظبة العيد الحقيقة متاع عرفت ليميت هكيكا تقول يفرس في الفريب و... سي بابو اي مش حلو اي مش حلو احنا باش نتعديو لمصر وباش نحكيو على مسلسل لانش بوكس. المسلسل هذايا تسبب في موجة غضب كبيرة متاع المشاهدين بعد عرض الحلقة السادسة متاعو بسبب مشهد نراو فيه الممثلة اللي هي غادة عادل تفركس على شخص اسمه يوسف وتقول هو ابيضاني وشعره كيرلي وحليوة. الجملة هذية هو نفس النص اللي قالته أم الشهيد يوسف اللي استشهد في غزة. أمه كي تفركس عليه قبل ما تعرف اللي هو توفى في واحد من أكثر المشاهد اللي توجع واللي تخلي العبد ما ينجمش حتى يكمل يتفرج في المشاهد هذيك. تقول وقتها هي المرأة ابن يوسف شعره كيرلي وحليوة أبيضاني معناها قاعدة توصف فيه بشلقاوة بعد من با هكا دو مينوت يطلع ولدها توفى اللي هو طفل صغير. دونك المشهد هذية أثار برشا انتقادات. فما حملة كبيرة لمقاطعة المسلسل هذا لانش بوكس. فما اللي يقول لك معناها قلش عليه استهتار ولعب بمشاعر الناس وقت اللي ناس صغارها مدفونة تحت التراب وأسبوار القاوين يدفنوهم وإلا ما لقاوش تكون بالعكس هي خذيتها من الجانب الآخر معناها العكس صحيح هي علم تلقاها تقلقت وتشويت على المرأة هذه استعملت كلامها معناها دونك ما نراهيش حاجة خايبة اي هما فما زوز مواقف الاكثريه الحقيقه الاغلبيه مشاو في حمله المقاطعه وفي الغضب خاطر العمل ما عنده حتى علاقه معناها حتى باحداث غزه ما فيش هما جمله امبليسيت تتحطت في الوسط في اشاره ليوسف نتصور في الاعمال الدراميه على كل شيء باش يولي كي تحكي حكايه يقول ترمز هكا كي تحكي بموضوع يقول لك كيفاش حكاو فيه كي تتكلم بمنطق ولا لهجه يقول لك كيفاش يعني هذوما حاجات بالحق غلطه العمل الفني يقعد عمل فني ما عنده حتى علاقة ما يربطوهش بحاجات هكا إيه ما هو مربوط بطريقة أو بأخرى كافر إيه الكلاندوي ما فيهش حاجة خايبة استعملت حاجة اللي هي تذكرك في المشهد هذيك فهمت بون كل واحد ورايه أنا بيجي الحقيقة الرفيع بنفس الطريقة أما فما بعض التحفظات فما عبيد اللي موجوعة بتتخ شافوا ما نعرفش القراب اللي يعيشوا في غزة ما نتصورش عندهم وقت يشوفوا مسلسل معناها اللي نتصور يحسوها خاطر ما هيش في إطار اللي صار راهو ما هوش مسلسل واللي قاعد يصير في غزة راهو ما هوش عمل درامي راهو ما هوش من وحي خيال متاع سيناريست ومتاع مخرج راهي أحداث واقعية راهي عبيد قاعدة تموت بالحق هذيك علاش هي تلقاها استعملت الكلمة أي بالضبط باهي يعطيك الصحة يا ماهي هذه هي ريتش لليوم ونخرجوا موزيكا هنا راجعين مرحبا بكم معنا حتى ال11 في دارنا العزيزة على أحلى راديو راديو إيا فام كما قلت لكم باتل دبارة تشاركوا تعطيونا الدبارة متاعكم ومن بعد على الفيسبوك يختاروا الدبارة الأولى ولا الثانية يربح كونت دو بايمون من وفيكاش فيه 100 دينار كونت تنجموا تربحوه على خاطر تنجموا تخليوا شهريتكم فيه وتنجموا تبعثوا فلوس تستقبلوا فلوس تخلصوا منه الفاتورات متاعكم الماء ضوء تشارجي تليفونك وهذا الكل مجانا من غير قصاصات مهم برشا برشا وفي كاش العشرة معاها ممتازة خاطر باش تلقاو فيها الحاجات اللي تساعدكم الكل باش ناخذ التليفون الاوليني من نجات المدينة الجديدة مرحبا بك يا نجات صباح الخير مدام كالسر صباح الفل والورد مرحبا يعيشك مرحبا بك يفضلك يفضلك البنوتة يفضلك يفضلك ما عندك في الدار ولا تخدم انا توا في الخدمة في الخدمة هيا به وكيفاش تعدي ولا يومك الاولانيين تاع رمضان الحمد لله الحمد لله يا رب اسمح ليه ما قلق حتى حد تعرف ناس الكل تصوم من غير حتى قلق الحمد لله زاد واتتنا العطله الصغيرات في الدار الحمد لله ما عندكش الشيء يا رب الصباح اجري وصل اجري روح بيه دونك الحمد لله هذه ديجا حاجه باهيه على الاخر على الاخر وبضحك ولعب نهار لحد ليله النص
كها وإذا كان وصلنا ليلة النص سيئ شلون واللي يريد دخلوا في تحذير العيد وحويج العيد والدنيا ذيك الكل هكا ولا الحمد لله يا ربي هاي شنو باش تقترح علينا لله والله انا باش نعمل شربه اي شربه شنو شربه شعير باي تجي اي تجي بالكبده اي وصلت أم قضية ولا لتشو باهي برشا منو باهي متكامل فيه كل شيء شنو باش تقول لنا عليه الكافتيجية الكافتيجية عندك حاجة سبيسيال تعملها في الكافتيجي ولا الكافتيجي كما نعملو هو الكافتيجي فما هنا في الفور أما إذا الحقيقة هو أبن كيبدا الحقيقة مقلي هو صحي كيبدا في الفور في الفور كي تدهنوا دهنين بالزيت يجيك كاينه مقلي زيدا اي على كل حال اي اما هما الاكثريه يحبوه معناها وليدي وراجي يحبوه مقلي اي صح كاين نحاول معناها نحط نقم الزيت فهمتني معناها نحطو يستقطر الباتي سيرفييت والطماطم نحطها في كاسكيس تستقطر اي اي باهي برشا يلا نعملوا الكافتيجي باهي لقناخو قراع احمر القراع لازم يكون الحق النوعيه باهي خاطر هو اللي يبنن الكافتيجي يكون القراع ماهوش باهي ماهيش كافتيجي بنيه صحيح صحيح فلفل حلو مع فلفل حار طماطم بطاطا نقصهم دي مورسو جويدين نسخن المقلب بالقدا ونبدا نقلي اما بالترتيب هاكا نحط البطاطا هي الاولانيه وبعد نقلي العظم وبعد القرع وبعد الفلفل والزيت اللي قاعد نطيب فيه الطماطم وبعد الكبده نحطها في بعد مقله وحدها بدون ما تبدا تحات التحمار نخرجها والكل ونعمل نعمل نفطر الكافتيجي نعملو تستيره وبعد ما عاد استقطرت وعدم الزيت والكل وبعد ما نقص عليه شويه بصل شويه معدنوس قبل ما نقص عليه نفوحه بيان سور شويه فلفل اكحل شويه تابل وكرويه شويه من الاول قبل ما نحطه على الغاز اذا نحط شويه ملح الكل البطاطا والقراع كل واحد معناه الملح شويه شويه كي نكملوا الكل ونسقطروا من الزيت والكل نزيدوا شويه تابل شويه فلفل اكحل نعمل شويه بصله نقصها وشويه معدنوس وصحة وبالشفاء للزينة يعطيك الصحة هذا الكافتيجي متاع نجات دونك هذه الدبارة متاعنا الأولانية باش ناخذوا التليفون الثاني مني بالفاطمة صباح النور صباح الفل يا كوكو صباحك دجلة وعسل والحاجات المزيانة الكل يعيشك يا لله إن شاء الله نهارك زين نهارك كله خير يشبهوا بيا يقولوا لي تسبح الكوثر بارد يزي راك أنت محلاك راك نحبك يا كوكو وأنا نحبك تفضل لك البنوتة يعيشك ربي يخليك ويفضل لك اللي تحبهم الكل يعيشك عايش الغالي عايش أختي الغالي ربي ينوب علينا يفضلك ينوب علينا الكل يا ربي فالتوما أنت في الدار ولا تخدم؟ والله في الدار صح صح من الخدمه خدمه كبيره الدار خدار شويه جيتك الدجاك تبدا قد الدار انت تتسمى خدمه الخدمه الكل اي خاطر يعني بالحق صعيبه انت تفهم هالامور بيان سور صعيبه صعيبه المراه خاطر كي ساعه ساعه يقول لك ليه ما تخدمش في الدار لكن كي تبدا في الدار هي راحت الدار الكل هي الخدمه الكبيره عندها التعب المجهود كل شيء كل شيء معني باش تكون انت في دارك مريقله وعائلتك فرحانه مهمه كبيره على الاخر باهي يا لله ان شاء الله ربي يوفقك هيا لله يعيشك الله يخليك وانت زاد انه بعديك يعيشك شنو دبارتنا اليوم والله في البروجرام انا في بالي عندك بيبي عندي برشا ما عملتوش يا كوثر عندك بيبي بحذيك الساعه عندي بنت اختي ربي يفضلها مش تقضي في البلديه نسات ورقه أي. حطت هذه ومشت اي يا لله ما احلاها صوتها اي يعيشك يفضلك باهي شنو في البروجرام قلت لي في البروجرام باش نعمل كسكسي على راسي كسكسي على راسي وقسمه تطيب يا كوثر بنت وقسم مخي كل عملناه وكل طيبناه كسكسي على راسي معناتها اللي باللحم وحمص اكهوز بي اللحم وحمص ايوه اي و باش نعمل طاجين فريتلا طاجين هو انا عملته اسم فريتلا شنو هو الفريتلا؟ اي وباش نعمل وعندي ما نكذبش عليك شويه الشوربه نتاع البارح نزلت لي منها الشيء باهي برشا تفضل ماهوش باهي الوقت الصعيب والدنيا مش هي اي الواحد ما تلاقيش تبدا حوايجها ما هيش ممسوسه بنلوحوش الماكله بنلوحوش الماكله باهي شنو هو الفريتلا؟ طاجين فريتلا اي شنو هي الفريتلا؟ هو اسمه طاجين فريتلا اللي متميز شويه كي نكملوا نخلطوا الخليط
ونحطوه في البلاتو نتاع الفور باش نحطوه في الكوشه نزيدوه 3 كعبات عظم هكاك صحاح كعبه بسمه الكعبه فهمت عليها مش حاجه اسمها فريتله الطاجين انت مسميته فريتله لا. لا ايه باهي اعطينا الطاجين كيفاش الله يرحمها هذه الصنافه الطيبه يا لله قول لنا كيفاش طاجين الفريتلاي الله يبارك فيك وتر بنتي باهي ناخذوا قطعه من اللحم ايه باهي نقصوها جويده ايه وناخذوا بصيله معها ايه نسوحوا ازعر شويه كركم شويه فلفل اكحل معناها تختوخ عربي تختوخ باللحم مقصوص طروف الازعر بالبقري 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 ايه ايه ونسوحوا وشويه زيت ونحطوا الكرفسيله اللي فرمناها نحطوها معاه باش يعمل لي كتخطوخ شويه ذكا فهمت ونخليوه نمرقوا له طريف نمرقوا شويه خاطر هو يقف على زيت ويبدا طايب اللي يقف على زيت ويعطيك الف صحه ويكون عندنا شويه معدنوس وشويه بصل حاضر من انا قبل ما نعمل حتى شيء نعملهم كيما واحده متلبسه نتاع الفنان الطباخين نحضر كل شيء في صحيفه يا عيني تحضر معناها المكونات الكل تقص البصل تقص الحم تقص اي بيه كيكا مالا شنو اي نحط كل صحفة فيها كل بصل المعدنوس نحطه مع بعضه ونخلطوا على كل خليط اللي طيبناه هذاك ونزيدوا شويه جبن جبن اختياري اللي اذا كان اختيار اي اما الفجبن من غير ما نقعد نسميه فجبونات كل واحد وكل النكهه اللي تحبها انت يعطيك الف صحه وزدت معاه زوج صوابع جبن فرماج نورمال كاري بس وشنو الاخر يا ربي لا اله الا محمد رسول الله حطيته من غير شابور اي هذاك خلطته الكل مع بعضه معناها طاجين جبن وطاجين ناتيبارو اي وبعد ما كملت هذاك الكل زدت شويه يقولنا شويه مش برشا كركم طريف نفس الفتحه باش ما يقعدش في الزفره نتاع العظم والكيكه فهمت شويه مش برشا وخلطت بريسك خبادي حكايه الصحاره وزوز عظم الكيكه اي انت والكبر تاع البلاتو انت والكبر تاع البلاتو حتى ما عملتش كوثر بنتي ما فماش ناكله وعلاش نجازيه من غدا باش يعاودوا منه حوايج نعمل حوايج اللي تجي قلل ودلل انت وعدد العائله اقرا حساب مورسو لكل واحد باش ما تفضلش يرحم والديك احنا زوز اولاد وانا والراجل اربعه في العائله هكا فيه نيات مباركة ربي يفضلكم كمل يعيشك تفضل ما عندك تفضل لك انت البنوته ان شاء الله تفرح فيها وترى عروسه يعيشك يعيشك فضلك ان شاء الله يا ربي خلطوا دوك الكل خلطوا حطيته في البلاتو نتاع اللي مش طايفين في الفوق وزدته من فوق 3 كعبات عظم واحده تجنب الاخرى فهمتك العظم تقصد ني عظم ني معناها تحط الخليط وتفقص العظمه من بعد صحيحه في 3 كعبات يبداو حاضرين كي يبداو كل عيون هكا واحده بعضهم اي واحده تجنب الاخرى اي وندخلوا للفور يكون عندي الفور سخون 180 درجه ونحط له كيما نقولوا 7 دراج تاع غير 4 اي فهمت وبعد كي نخرج اكل المنظر منظر ما احلاه اكل المنظر يا زين ترى الطاجين وفي وسطه كعبيت العظم هكا مزيان وشفتوا تخشوا عليه هكا يبدا في الترونشيك الاصفر كتاع العظمه مع الطاجين منظر حلو مسميته مرت عمي الله يرحمها يا ربي هي مسميته فريتلا اللي انا صغيره وتعلمت عليها تقليد كلمه من عندها معناها سي امشي تشهر في الطاجين فريتلا اي والله لن ننساها وانا صغيره طيب امي تخدم وانا معلمتني مرت عمي التقليد اي قلت لها ذي قعدت في مخي هذاك وش نعمل شو انا كنت في ازعى يا كوثر بنتي اي ونعمل شي سلطه خضراء باذن الله ان شاء الله ناكلوها الازعر فكره زيدة ممتازه اي كسكسي ازعر يبدا بنين 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 ازعر بنين لا يعطيك الصحه بنين راهو طيب التقليديه نتاع النوابليه ماله يعطيك الصحه يا فتومه ان شاء الله نهارك زين ويفضل لك العائله الكل دونك دبرتنا الاولى من عند نجيت ودبرتنا الثانيه من عند فاطمه انتم على الفيسبوك ادخلوا اختاروا الدبره اللي عجبتكم وبيان سور اللي باش تربح باش تربح كونت دو بايمون من وفيكاش فيه 100 دينار كونت ممتاز على الاخر يقعد لك وهكيك تولي تتعامل مع وفيكاش شهريتك تبعث فلوس تاخذ فلوس تخلص فاتوراتك مجانا من غير اقصاصات بعد شوية باش يجينا الدكتور شاطر باش يقول لنا كيفاش نتعاملوا رمضان بيان سور مع الأطفال ومع الكبار في السن هذا الكل بعد شوية نخرجوا بيبو هنا راجعين راديو 59 دقيقة على أحلى راديو راديو إيا فيم حبيت نقول لعشاق المسرح مسرحية ملا جو جلال الدين السعدي وأنا كوثر البردي أنا كوثر البردي عجبتني
والمخرج زهير الرئيس باش نكونوا في المسرح البلدي ان شاء الله. عرض سهره رمضانيه ممتازه، العرض 9:30 متاع الليل، التذاكر تتباع في المسرح البلدي. ان شاء الله الجمهور يكون في الموعد في سهره مسرحيه ممتازه، وان شاء الله تكون المسرحيه عند حسن الظن، وتلقاو فيها الضحكه، وتلقاو المساج الباهي، وتلقاو عمل جيد ان شاء الله. دونك ملا جو في المسرح البلدي نهار 27 مارس، العشرة هما حاطين في الأفيش، لكن 9:30 إن شاء الله يبدأوا دخول المتفرجين للمسرح البلدي. هذا بالنسبة للمسرحية متاعنا. سينو مشيو لشد الرجلة توت سويت. شد الرجلة مع الدكتور شاطر. دكتور شاطر صباح النور وصباح الفل. صباح الأنوار كوثر، على تذكرتي بوانتيان لقيتها البارحة مسرحية. بونجور. يظهر لي هذيك بوب. تتبع في المسرح وفي تذكرتي بوانتيان. أي خدت البارحة من غادي خديتها. شنو خديت تذكرة؟ مال شنو؟ ضيفي أنت. لا لا خلينا نحكيو فيها من بعد، خلينا بعد هذيك. هاي سيدي الموضوع بتاعنا المسنين وشهر رمضان هما والاطفال، كيفاش الصيام بالنسبه لنا؟ احنا تو كاتم اللي بدا رمضان نحكيو على العباد الادولت اللي كبروا كل شيء، ثم الاعمار معناها الصغار برشا والكبار برشا، ماذا بينا نحكيو عليهم اليوم؟ اي دونك تحب الصغار ولا بالكبار نبداو؟ نبداو بالصغيرات. صغيرات هي. اول حاجه ثم الصغيرات صغيرات معناها اللي من قبل البلوغ نتاعهم، عاده راهو عندنا المشكله ساعات نساولهم شويه الريتم نتاعهم، العباد الكل سامين ماذا بينا ديما نفكر وراه هذوكم لازمهم 4 مرات ياكلوا فطور الصباح، لازم يفطروا بالفطور حتى العشاء نتاع الليله اللي قبل نجم يتسخن ويفطروا، ولمجه العشاء نجموا نستغناو عليها هذيك بالعشاء نتاع الليل، اما ما نساوهمش في الماكلة نتاعهم في البريود هذي. اي بالحق. خاصة تو مسلعين وليدات. اي. دونك ماذا بينا هما يستسهلوا ماذا بيهم هكا، ولازم نفكروهم باش يفطروا في وقتهم ويبداوهم ريكلي. ثم شمال الوليدات الصغار اللي يبداو بشوي شوي يحبوا يدخلوا في الكبار ويترانيو شوي على رمضان. اي. زاد كيف كيف ما نقويوش عليهم برشا، نقول لهم بسواعتين ثلاثة هكاك باش يشربوا الماء. خاطر مازالوا في النمو نتاعهم ونموهم عاشتهم بالطاقة، ومش وقت باش نزل عليهم برشا، وقت اللي باش يصوموا تو بطبيعتهم باش يصوموا. وفما اللي في العمر نتاع دوبا بلغوا بداوا الصيام نتاعهم، هذوكم يلزمنا من تو نعلموهم السنعة الباهية كيفاش يصوموا. الواه ديجا هذيك علاش وكيفاش والواه نصوموا هذاك بطبيعة موضوع آخر. اما صحيا لازم نعلمهم اللي راهو فما 3 وجبات خاصه في عمرهم هم اللي عندهم نصف اكثر طاقه وليزم اكثر تركيز في قرايتهم. لازمهم معناها مش كيما الكبير ينجم يتصرف في بدنه كيما الصغير اللي مازال باش يصوم جديد. دونك السحور يولي حاجه اساسيه، شقان الفطر زاد كيف كيف لازم ناكلوا بشويه بشويه كيما حكينا مع على الكبار. مش كل شيء ياكلوا فرد مره وما عادش ينجموا ياكلوا حتى شيء في الليل، ياكلوا كميه مثلا شوربه وشويه دقله حويجه خفيفه يرتحوا شويه، ومن بعد يتعشوا العشاء سكين طيب ساعه ساعه من بعد باش ما يتقموش وما ينجموش ياكلوا ما يتقلقوش. وفي السحور لازم يقوم يتسحروا. السحور معناه وجبه كيما فطور الصباح اللي هو في شرحه وبعدها من بعد في قريتهم شرحه وبعدها باش تخليه نهار كامل ما يتقلقش. ولا وماذا بينا بعدهم شويه على العدات الخايبه نتاع الشربان الجازوز في الليل في بينهم شي هضمه، لا الماء كالزربه زاده ماذا بينا نفهمهم بشويه بشويه خاطر يبداو جيعانين. دونك لازم نعلموهم اللي ياكلوا دريبه دريبه باش ما يتقلقوش وباش الجهاز الهضمي ما يتقلقش. هذا بالنسبه للصغيرات. المسنين. المسنين عندنا مشاكل اخرى، عاده الكبار يشدوا صحيه هما باش يحبوا يصوموا. حتى كيبداو مرضى. اي ماذا بينا هكا نعملوا روايحنا تطلع عند الطبيب باش فما حاجه يستحيل تتعمل ما يلزمش الكبير يصوم. يبدا على الاقل من عند الطبيب يقنع ويعرف كيفاش يقنع. خاطر مش كيف كيف ديما يسمعوا كلام معك. يقول لك الطبيب قال على الاقل يسمع كلام. وحتى مع باش يصوم باش ينظم له الطبيب ولا الطبيبه الدويات، فما دويات ياخذوا فيها مثلا شنو اللي تاخذ في شقه الفاتر، شنو اللي في السحور، شنو اللي في السهريه.
ايه. على أساس اللي ما تفرعش الحالة الصحية نتاعه. ايه. وإذا منع علينا الصيام معناها نسمعوا لك كيف كيف بالنسبة للكبار يلزم ثلاثة وجبات ما يبداو هما ماذا بهم أقل أما يلزم نفكروهم لازم يقوم يتسحر ويصلي الفجر نتاعو ثلاثة وجبات نتاعهم يلزمهم ياكلوهم شقا الفترة كل شوية مرة وشربة والعشاء بعد ساعة السحور نتاعنا ومشكلة الكبار اللي ينقصوا برشا في البروتينات أي. معناه يولي يقول لك احنا كلينا واحنا صغار وعارف الصغيرات في ولد لوحهم هما الكبار في وقت اللي يكبروا حاشتهم زاد البروتينات جيش حوت عظم اللي هو المشكلة اللي السنين نتاعهم تتعب شوية لازم ياخذوا الحاجات السهله لازم الطيب كان الحم يعملوه مفروم كان الحوي تاخير من الحاجات الاخرين اي كيف كيف حتى في سلاطه زاد سلاطه تتعبهم شويه في المخزن نتاعها دونك يبوا يا ما مثلا خضره طيبه والا نشدوا معهم صحيح باش ياخذوا الخضر نتاعهم واللي ما يحبوش خضار كنا نعوض الخضر شويه غله دونك الماء زاد كيف كيف زينا نفكرهم اللي يجمو يشربوا برشا ماء خاطر ينسى ويستنسوا بنقص الماء دونك ديما يرجع بحلينا ونصبوا حتى احنا نفكرهم كويس ماء ساعة على ساعة وهكاك ينجم إذا كانوا قادر باش يصوم من غير حتى قلق فوالا ونقصوا لهم في الملح بطبيعتنا مع الكبار لازم نقصوا الملح وإذا الملح ممنوع دونك نعوضوا بالفاحات الأخرين فوالا التاي والقهوه زاد ماذا بينا نقص منهم في رمضان خاطر ديوريتيك يخليهم يشيو اكثر للتواليت دونك يخرج برشا ماء من بدنها ويزيد نفهموا ما لازموش يشدوا صحيح اذا في وسط النهار تقلقوا تحلم السكر ولا تقلق يفطر فوالا لازم يفطر مش نفس البدن نتاع عابد ربي يرخصك باش تفطر فوالا يعطيك الصحه ان شاء الله رمضان مبروك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعيشك دكتور شاطر ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد الايام احنا باش نكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانيه بعد شويه سينو خليكم مع الاخبار وهنا راجعين كارمن العزيز